أهلا بكم مشاهدينا الكرام في متابعتنا الخاصة لثورة تشرين ضد الأحزاب الفاسدة في العراق، إذ يواصل المتفضون تظاهراتهم واعتصاماتهم في الساحات والميادين مع تزايد القمع الحكومي والاستهداف الممنهج للمتظاهرين في بغداد وبقية محافظات العراق، لا سيما عمليات الاغتيال وخطف الناشطين في كربلاء وباقي المدن العراقية التي تشهد حراكا شعبيا. نرحب بضيوفنا في هذه التغطية. معنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور رافع الفلاحي، وعبر الهاتف من بغداد الناشطة المدنية الدكتورة ذكرى عبد الصاحب. أبدأ معك دكتور رافع، يعني اغتيال الناشطين يوم أمس، هناك ثلاث حالات في محافظة واحدة وهي محافظة كربلاء، برأيك إلى ماذا تشير هذه الظاهرة المتزايدة؟ هل هي تعتبر من آخر أوراق الحكومة أو الميليشيات والأحزاب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور عمر، ربما يعني هذه مرتبطة مع ما فعلوه في السنك وقبل أيام يوم الخميس الماضي. نعم. هذه لها علاقة بهجمة الميليشيات الواضحة ضد المتظاهرين، ضد الثوار، وما فعلوه من مجزرة قرب جسر السنك وفي جراج السنك، مثل ما عرفنا في سمي يوم الخميس الدامي، والحقيقة أنه كل أيام العراق دامية. نعم. بفضل هؤلاء الذين جاءوا إلى العراق نقمة وانتقام وأذى وسوء، مع الأسف الشديد هذا الشعب الجميل الرائع، يعني قدره أن يكون هؤلاء الذين يحكمون، هؤلاء الذين يتحكمون بالشارع. لكن عندما تشتد هذه الأزمة تظهر أن هؤلاء، أن الأرض اللي تحتهم متحركة غير ثابتة، هم يشعرون اليوم أن الأرض تحتهم تهتز وأن كل الأمور ذاهبة باتجاه إزاحتهم، لذلك بدأوا يتخبطون بهذه الطريقة وبدأوا يفضحون نفسهم، بدأوا يظهرون إلى العنن. يعني كانوا في البداية أنت تشاهد بياناتهم، تشاهدهم خروجهم على الفضائيات، لا تدري هل تضحك أم تبكي. الشعب هو خارج ضدهم، الثورة ضدهم كلها، ضد هذه الأحزاب وضد هذا الفساد والخراب اللي هم اشتركوا به من عام 2003 لحد الآن. لكن هم يظهرون قادتهم كلهم في يعني على الفضائيات وبياناتهم وأحزابهم تؤيد التظاهرات وتؤيد القضاء على الفساد وتؤيد القضاء على الفوضى وتريد سيادة العراق. طيب من ضيع سيادة العراق؟ من ضيع استقلال العراق؟ من سرق الأموال؟ من أشاع الفساد؟ إن لم تكونوا أنتم من؟ والشعب خارج ضدكم، كيف أنتم تؤيدون وأنتم في نفس الوقت تقتلون؟ الآن هم طرف معادي واضح بشكل واضح، لكن مو هذا السؤال. الآن يقتالون النشطاء، هذه إحدى محاولاتهم، لكن السؤال المهم في كل هذه القضية، نعود إلى البدايات. عندما جاءت هذه الأحزاب وأيدت بريمر وأيدت أمريكا في حل الجيش العراقي والأجهزة الأمنية، ماشي، وقالوا أنها تمثل نظام لا تمثل الشعب، وسنبني جيشا وأجهزة أمنية تمثل الشعب وليست تابعة لنظام، يعني جيش الشعب وأجهزة أمنية للشعب تحمي الشعب. طيب طوال يعني ما يقرب من 17 سنة أثبت هذا الجيش وأثبتت هذه القوى الأمنية هي جيش للأحزاب، وهذه المؤسسات الأمنية هي تابعة للأحزاب وقوى السلطة. نعم. دافعت عنها، واليوم واضح جدا، يوم الخميس جاءت قوى ميليشياوية ودخلت من كل السيطرات وقتلت الشباب وقتلت المتظاهرين، واضح أمام عيان الجميع، وقطعوا الكهرباء، وزير الكهرباء يقول مو هذا الكيبل ضربوه، ما أعرف. نعم. أسباب معيبة ومخزية، وقطعوا حتى الجريمة تتم، وتمت الجريمة وهم تفاخروا بها والكل يعرف، وقالوا نحن الفصائل الفلانية من الحشد الشعبي، نحن كذا، ميليشيات واضحة تقول هذا. هذا السؤال المهم الآن، إذا كانت هذه القوى اللي بنيتوها كجيش وقوى أمنية هي تابعة للشعب، لماذا لم تحمي الشعب؟ ماذا الشعب خارج بالساحات؟ نعم. لماذا لم تحمي الشعب ودخلت من كل سيطراتها ولم توقفها هذه؟ وبعد ذلك يقول عادل عبد المهدي إنها عصابات خارج القانون. إذا يعني كان أحد القادة العسكريين علق على هذا الموضوع، قال السبب هو بأن المتظاهرين يمنعون القوات الأمنية من حمايتهم. الله أكبر. القضية غريبة عجيبة، يعني
يعتقدون يكلمون الشعب بلغة خارجة حتى عن المألوف، يعني يعتقدون الشعب مغيب، ما أعرف وين، مخدر، ولا يفهم ماذا يقولون، ولا يفهم الواقع الحال. ما أنتوا إذا كنتم قوات الشعب ليش سمحتوا هذا؟ طيب وانتهت هذه القضية ماشي، أنتوا جيتوا قلتوا إحنا دولة قانون، دولة ديمقراطية غير الأنظمة السابقة، نعم ماشي خير إن شاء الله. الآن الاتهامات واضحة، الشعب كله يتهم ميليشيات، ومو بس الشعب، حتى قوى خارجية ودول خارجية ومؤسسات خارجية والأمم المتحدة كلها قالت من هي هذه الجهات التي قتلت المتظاهرين. طيب أنتوا دولة وتقولون إحنا مؤسسات وعندنا قضاء مستقل، على الأقل مو هذا الخزعلي وغيره وغيره موجودة، أسماء موجودة، وهذه الميليشيات تابعة لهم، على الأقل تدزوا عليهم، ابعثوا عليهم واستفسروا منهم، وبعدين خلي يطلع القضاء يقول لنا هؤلاء أبرياء مو هم اللي فعلوا هاي الفعلة. لكن أن تسكتون بهذه الطريقة وتتحدثون عن ناس، نوبة واحد يقول لك الطرف الثالث، واحد يقول لك عصابات خارجة عن القانون، إذا أنت دولة 17 سنة وعندك عصابات خارجة عن القانون وانت تلوم الشعب يطلع تظاهرات وسميهم شغب وسميهم متآمرين ودول أخرى تمولهم، وانت عندك عصابات تصول وتجول وتقتل بالناس وغير منضبطة والسلاح بيد كل من هب ودب، وانت تنكر على الشعب ان يخرج ليوقف هذا المشهد الدامي، المشهد المخزي في بلد الثروات وبلد الخير وبلد الحضارة وبلد التاريخ، يعني أنت وبلد هذا الشباب بأن الجميل، بأن هذه الورقة، ورقة الاغتيالات، اغتيال الناشطين، بأنها غير قادرة على إيقاف أبداً الشريك. أبداً لن تستطيع، لأن الحقائق كبيرة، وهذه الثورة وهي هذه واحدة من أفضل مميزات الثورة، أنها سحبت العراق تحت الضوء. العالم الآن الآن ما يقدرون، لا عادل عبد المهدي ولا كل أحزاب السلطة ولا كل قوى ولا ميليشيات تستطيع أن تغطي العراق بغطاء معين بحيث لا أحد يراه ويفعلون جريمتهم. الآن كل الجرائم واضحة، والعراق الآن سلط عليه الضوء، هؤلاء لا يدركون أن هذه ثورة، وهذا الشعب خرج لثورة، انتهت القضية، انتهت. كل ما ازدادوا يعني قمعاً إغالاً بالدماء العراقية وفي سفك الدماء العراقية، كلما ازدادت الثورة في سعيرها وفي كبرها وفي تعمقها وفي اتساعها، وهذا واقع الحال، وستتسع وستتعمق وستأكلهم جميعا. هؤلاء سترفضهم وسيقادون كلهم إلى المحاكم، والعالم كله سيقف مع الثورة. هذه قريبة جدا، ونقولها للمرة ما أعرف إيش قد، يرونها بعيدة ونراها قريبة. الشعب يراها قريبة، قريبة جدا. إن شاء الله. أعود إليك دكتور رافع الفلاحي، أجدد الترحيب بالناشطة المدنية دكتورة ذكرى عبد الصاحب من العاصمة العراقية بغداد. دكتور، نفس التساؤل، يعني اغتيال الناشطين في كربلاء ومحافظات أخرى في اليومين الأخيرين، إلى ما ترجع هذه الظاهرة؟ هل هي آخر أوراق الحكومة الميليشيات لإخماد الثورة برأيك؟ كل الترحيب بكم وبقناتكم الراقية التي تغطي يوميا مباشر كل هذه الأحداث في العراق، ونرحب أيضا بضيفكم الكريم، شكرا جزيلا. طبعا حقيقة نقول للأسف ولا يفيد الأسف، بعد أن غرق العراق في بحر من الدماء لحقب، يعني إلى متى العراق ينزف؟ العراق ينزف يوميا يعني أرواح حقيقة. يعني نحن نعرف أن المسؤولية أي إنسان، المسؤولية الإدارية هي مسؤولية يعني تكليف ولا تشريف، لكن يعني بعض حكومات الدول الأخرى وأيضا يعني ودولتنا بالذات يأخذون المسؤولية كأنه هو أصبح هو الملك والآخرين كلهم عبيد وجواري تحت إيده. فهذه الإقانة ما يعني مدى يفهموها، يبدو أنهم يجب أن يعني يأخذون هذه المناصب حتى يخدمون المجتمع، حتى يخدمون الشعب، حتى يخدمون البلد، لكن هم يجون يخربون. يعني 16 سنة شو اللي صار عندنا؟ هل عندنا شارع زين؟ هل عندنا مدرسة؟ هل عندنا طفل يعني يعرف ثقافة؟ يعني حتى أطفالنا ثقافتهم أصبحت ثقافة عنف، إذا حتى بالمدرسات المدارس الأهلية اللي الآن دي يعني يدفعون فلوس مبالغ كبيرة ليربون الأطفال،
يعني هذه موضوع الاجرام موضوع كلش خطير. يعني معقوله ماكو دوله، احنا بكل هالدوله القويه تعتبر والجيش اللي كان رنان، ليش تحلون الجيش مثل ما تفضل الدكتور تخلون بداله ناس ما تعرف حتى شنو معناه القتال؟ شنو هو هذا قتال؟ هذا بشارع يجيب له سكينه يعني بالسلاح الابيض ويجيب له كلاشينكوف على ناس عزل، على ناس عري، حتى ملابسين اصلا. يعني ليش يعني شباب بعمر الزهور ليش احنا نختالهم مكان ما ناخذهم ونعلمهم؟ يعني انتم ملكتوا مليارات الدولارات، ما يكفي انتم الاحزاب بالذات يعني ملكوا مليارات الدولارات ما يشبعون؟ عندهم صارت بالخارج بلل وقصور ويعني كل شيء اخذوا واشتروا، وحتى نساء اشتروا مكافي، كل شيء بنفسكم سويتوه. انتم ناس ما عندكم ما ترتقون المستوى، يعني طفل هذول الشباب اللي دخلت لهم ابو 13 14 سنه ما يرتقون التفكيره، ما يرتقون الثقافه، لانه هسه اللي طالع هو اعزل، هذا عنده ثقافه يعني ثقافه فوق كل هذول، كل دول جمعهم كسر بجمع، والدول اللي يعني اللي هسه ساندتهم وتدز لهم فلوس وتقول لهم روحوا قتلوا الناس الشباب، عنده ثقافه عاليه لانه هذا جاي عريان، يريد بلد، يريد وطن، يريد كرامه، يريد الامه ويريد الاخته ويريد زوجته، موش؟ فالانسان يريد كرامه. اين الكرامه؟ اين الكرامه؟ الانسان فاقد الشيء لا يعطيه، هذه الاحزاب فاقده للكرامه، فاقده للانسانيه، يعني هم دول متوحشين، يعني يتعطشون بس لشرب الدماء. نعم. يعني معقوله ثلاث ايام هلقت شهداء؟ ليش؟ احنا شو مسوي؟ ليش؟ ايش نريد؟ مجرد طالعين بملابسنا وكل شاب شايل علم وموبايله، يعني تجون بالليل نص الليل تجون، ليش هالرعب؟ ليش هالرعب نص الليل؟ اطفال ذولا ما شايفين حتى حروب. يعني ثمانينات ما لحقوا عليها هذول الاطفال. دكتوره ذكرى، يعني هذه عمليات الاغتيالات بحق الناشطين المتظاهرين، عمليات الاختطاف التي حدثت في بغداد في كربلاء يوم امس في اماكن اخرى، كيف سوف تنعكس على المتظاهرين على ثوره تشرين بشكل عام؟ والله يعني احنا نشوف، يعني احنا الانسان العراقي طبيعته ترى عنيد، يعني عنود، يعني راس على قول اهلنا يقولون، فايش قد ما ياذوننا ايش قد ما احنا راح ننتفض اكثر، ايش قد ما راح هم ياخذون من عندنا، راح بالعكس احنا الدم العراقي عزيز، لما يروح اخو الي او ابني او جيراني، يعني انا اسكت معقوله؟ لا من سابع المستحيلات هالمره اشتعل نار، يعني هم يذبون بنزين على النار بصراحه، يذبون وقود على النار، لانه هم يتوقعون تنتهي هاي الشغله، لكن هو ما راح تنتهي، لان هذا شعب كامل، لو 10 لو 100 لو 1000 لو 2000 لو 5000 ما يخالف نقول اقتلوا وذبحوا، لكن دول ملايين، يعني 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 خلينا نقول 20 مليون ما نقول 40 مليون، خلينا نقول 20، يعني لازم يقتلون كل دول حتى هم يعيشون كم واحد من الرذلاء عشاكم. نعم. يعني ليش هاي هالسياسه هذه؟ ليش هالسياسه سياسه العنف والقتل؟ يعني ممكن ما اكسب هذا الشعب اكسبه، لانه احنا الاله، احنا شعب الاله، كان انتم تصيرون الهه، حقيقه الهه وبسون جو رجليكم، يعني هذا مقتدى الصدر، مو اله؟ اله لو مو اله بس قول لي حضرتك، مو؟ اللي هو ما يخاف امشوا عدل، افيدوا الشعب، ليش الارامل؟ ليش السكاله؟ ليش النساء اولادها خطيه هذا فلذت كبدها؟ يعني ايش قد هي تتعب؟ يعني جسدها ايش قد يتعب حتى يعني تحمل هذا الطفل وتروح تجيبه؟ ايش قد تتحمل الم؟ وراها تقعد تربي وتنتظره يكمل كليه حتى يجي يجيب لها العيشه، لو يجيب لها الشهاده الجميله اللي حتى تفرح بيها وتقعد تزوجه. يعني انتم تزوجوا له تاخذون دمه. مصاصه دماء هذول. نعم. حتى مع احترامي للحيوانات بالغابات ما سووا هيك شيء، حيوانات بالغابات حتى كل حيوان يخاف على فصيلته، يعني الاسود من يجيهم شخص غريب هم من يتقاتلون يتفقون ضد هذا يقاتلوه الغريب. نعم. زين انتم ليش ابن دمكم ولحمكم معقول الغريب؟ يعني يقول هذا المثل اللي هم يطبقوه، اني وابن عمي على شلون بالله، اني وابن عمي على اخوي واني والغريب على ابن عمي. اني واخوي على ابن عمي واني وابن عمي على الغريب، نعم اعود يعني اليك. على ابن العم، لان نعم على اعتبار نعم. احنا اذا ما يعتبروننا احنا اخوانهم، لا يعتبروننا اخوانهم، لكن نعم. ابن العم يعني احنا كلنا ترى عائله واحده، احنا هاي العشيره العشائر اللي صارت من ظهر وتوزعت، مو؟ احنا منين كنا؟ كنا من بني ادم. كنا احنا من ظهر واحد من بني ادم. نعم. من ادم نفسه. اعود اليك دكتوره ذكرى عبد صاحب الناشطه المدنيه من العاصمه بغداد. دكتور، عندما تجتمع او يجتمع سفراء بريطانيا، فرنسا، المانيا في بغداد ويقومون باصدار بيان مشترك بعد مجزره السنك
دعني أعرج على شيء من البيان. يقول: طالب السفراء في بيان مشترك رئيس الحكومة عادل عبد المهدي بضمان حماية المتظاهرين ومحاسبة المسؤولين عن قتلهم، وشدد السفراء في بيانهم على ضرورة عدم السماح لأي فصيل مسلح العمل خارج سيطرة الدولة، وطالبوا الحكومة بمنع الميليشيات من الانتشار قرب التظاهرات ومحاسبة المخالفين. وكذلك غرد سفير كندا لدى العراق قبل يومين وقال أنه شيء غريب أن تكون الدولة بعيدة عن حماية مواطنيها وطلبها بحصر السلاح بيد الدولة. كيف تقرأ هذه المواقف الدولية؟ دكتور عمر، دعني أقول لك حتى نصل إلى هذه القضية. طوال من عام 2003 لغاية خروج التظاهرات وانبثاق هذه الثورة، كانوا يقولون وأمريكا وأوروبا والعالم كله يؤيدهم، يؤيد هذا النموذج القبيح، النموذج الشاذ اللي يحكم العراق على أنه نموذج ديمقراطي، دولة سلمية مدنية، ما أعرف هذه التفاصيل اللي يحكوها، دولة عايشة على الانتخابات وانتخابات وكذبة كبيرة، والناس الوطنيين القوى المناهضة والشعب يقولون هذه كذبة كبيرة لا أحد يصدق. طوال هذه السنوات هذه أعمال القتل وأعمال الخطف وأعمال الذبح وأعمال ودستورهم هذا، ويستندون إلى الدستور هذا الخرقة، يعني من يتوافق مع مصالحهم هذا الدستور لا أحد يمسه، ومن لا يتوافق مع مصالحهم يمسحون بال يعني حشى السامعين لحذية. هذه حقيقتهم. جاءت هذه الثورة وبدأوا يقتلون وبدأت تظهر عصاباتهم، ثبت أنه للعالم كله، وعندما استطاع هذا الشباب الحلو الجميل العراقي، ولدنا ذول الحلوين العراقيين اللي ما يعني عبروا الطائفية وعبروا كل شيء وجابوا الهوية الواحدة، هوية العراق وعلم العراق، وهتفوا بالعراق ورادوا وطنهم، جابوا العراق كله خلوه تحت الضوء وقالوا لهم للعالم كلهم تفرجوا هاي الكارثة الكبيرة. الآن ثبت، وهذا البيان الآن جاء عليه، ثبت أنه هذه ليست دولة، هذه مجموعة عصابات، هذه عصابات ليست دولة. يعني هذا ما كانوا يقولون أنه دولة وديمقراطية وانتخابات، هذه كذبة. الآن ثبت أنه دولة عصابات وميليشيات. البيان لأهم ثلاثة دول أوروبية: بريطانيا وفرنسا وألمانيا. هذه أهم ثلاث دول. عندما صدر بيان بهذا الشكل لأول مرة، هذا يدل على، وقالت فيه، قالت إنه الحكومة هي المسؤولة عن كل هذا الخراب والدمار اللي يحصل للمتظاهرين وحمايتهم، حكومة مقصرة، والحكومة مو مقصرة لكن هي المسؤولة عن الدماء اللي سالت. ثانيا قالت إنه هذه ميليشيات موجودة، هذا العراق بلد ميليشيات هي اللي تقتلوا، وأكو هناك متظاهرين سلميين وحقوقهم مهدورة وذولا يجب حمايتهم. ركزت على ثلاث قضايا. إذن العالم بدأ ينتبه أن اللي موجودين على الساحة اللي يحكمون العراق هي عصابات ميليشيات، والحكومة ليس هناك حكومة، كذبة كبيرة، ولا انتخابات ولا ديمقراطية، هذه كذبة. إذن الشعب معه حق، وهذا الشعب من خرج بهذه ثورته يوم بعد يوم تتعزز حقيته فيما خرج من أجله، يعني تتعزز هتافاته، تتعزز أهدافه، والعالم كله يعرف الآن هو على حق، الشعب على حق الآن. يقولون شغب عنا، يقولون مشاغبين، يقولون ما أعرف منه، هذه واحدة من الشغلات. الشغلة الأخرى اللي المهمة، طوال من 2003 لحد الآن يتكلمون هذه الأحزاب العملية السياسية أنه جئنا من أجل المظلومية، جئنا من أجل مظلومية العراقيين، والشعب العراقي كان مظلوم ومدمر. هذه الكارثة المر بها العراق يعني نحو 17 سنة، ما يقرب من 17 سنة، والله لم يعني ادرس التاريخ كله، تاريخ العراق لم تمر فترة مظلمة على العراق مثل هذه الفترة، لم يعاني أهل العراق من الظلم مثل ما عانوا خلال هذه 17 سنة. ظلم ليس مثله ظلم، وهذا ما له علاقة، احنا جينا من أجل الشيعة، جينا من أجل كذبة كبيرة، من في السلطة شيعة وسنة وكلهم ظلموا الشعب العراقي وسرقوا أمواله، سرقوا حياته ودمه ومستقبله وحياته وكل شيء فيه سرقوا، وبالتالي يغتاظون لأنه الشعب خلص يقولهم بعد 17 سنة سرقتوا كل شيء من عندنا، والآن خرجنا نطالب حياتنا ونطالب بوطننا. يعني أنت تقرأ بأن هذا البيان المشترك
سفراء بريطانيا وألمانيا وفرنسا هو إدراك متأخر من قبل المجتمع الدولي؟ حتى لو هو إدراك متأخر، إدراك متأخر 100%، لكن من جعلهم يدركون هذا هو هذا الشعب. نعم، هذول الثوار، ذول الشباب اللي قدموا دماءهم، قدموا هذه التضحيات الكبيرة، ونقبل إيديهم وأرجلهم، لأنه نعم. اللي سووه بالعراق لا يمكن أحد يسويه. هذه واحدة من المعجزات الحقيقة، هذا شعب مدهش أن يخرج بهذه الطريقة ويقف هذا الموقف وطوال هذه وكل هذه الضغوطات. ولم يخرج ترى، يعني هذا الشعب إذا كانوا يتوقعون أنه خارج ضد المنطقة الخضراء وأحزابها، لا، هو خارج ضد إيران وأمريكا وكل العالم كان مع هذه السلطة. نعم. الآن بدأ يفتتها، هذا الشعب بثورته بدأ يفتت كل هذا الجدار اللي كان موضوع حوله، وكل هذه الأغطية اللي كانت تدفع العراق إلى الظلمة كلها كسرها. وهذه هذه 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 يعني من سمات ثورة عظيمة كبيرة جدا. نعم. هذه من سمات الثورات الكبيرة، والعالم كله سيتنادى إليها الآن. شقد هذا البيان مؤثر؟ نعم هو مؤثر، جاء متأخر نعم، لكنه مؤثر. والأمم المتحدة الآن بدأت تنظر نظرة أخرى، رغم أنها متأخرة ورغم أنها ساهمت في أذى العراق وفي دمار العراق، لكن مطلوبة الآن. وكل هذا العامل الدولي سيأتي صاغراً مع الثورة هذه. نعم. يعني هي الثورة ستأتي به، ستسحبه مثل ما سحبت العراق إلى تحت الضوء، ستسحب هذه القوى كلها لتأييد هذه الثورة، لأنه لا حل. نعم. لا حل الآن، الشعب في جهة خندق، وكل هذه السلطة وميليشياتها وعصاباتها في جهة أخرى. نعم. وإما أن يقفوا مع هذه السلطة ويذبحوا الشعب كله، وإما أن يقفوا مع الشعب ويكسب البلد، يعني الشعب بلده، ويعيد ترتيب أوراقه ويعيد نعم. علاقاته ويعيد شلون تفاهمه مع العالم وتفاهمه نعم. مع الإقليم، سيرتب نفسه بأجمل ما يمكن. نعم. دكتورة ذكرى عبد الصاحب، يعني نفس التساؤل، أنت كناشطة مدنية في بغداد، كيف قرأت البيان المشترك لسفراء كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بغداد الذي أدان مجزرة السنك والذي حمل الحكومة مسؤولية هذه المجزرة؟ نكرر نقول للأسف، يعني هؤلاء المسؤولين واللي بيدهم زمام أمور تقريبا معظم الدول حقيقة، يعني ما أعرف شنو أحكي، يعني كلش غصب بداخلي صراحة. هؤلاء عايشين على الإعلام، يعني كل من ممدد بمكانه ومرتاح هو يعني، والناس بتنذبح. يعني وين من أول يوم، وين من ثاني يوم، من أول أسبوع، من أول شهر، من ثاني شهر، أين أنتم؟ يعني أين أنتم من هذه الدماء اللي دا تسفك؟ ليش هذا التأخير؟ لا ندري، يعني هل هناك يعني نتأثر عليهم، أم هم خوف من ناس معينين إنهم مصالح وياهم؟ يعني ماذا نفهم شنو وضعية هالعالم هذا؟ يعني الصمت هذا المطبق، يعني حقيقة يعني هو ما صار يوم ليلة السبت، جمعة السبت، يعني كان مدمي للقلب. يعني احنا نرتجف كل من بمكانه ويرتجف، يعني معقولة مهزة شعراية من عندكم هذه الدماء؟ هذول الشباب اللي اخذوهم واللي دمروهم، اذوهم، يعني ضربوهم بالسكاكين وبالهذا الكتر يسموه يملخوهم، معقولة؟ يعني هذا الصمت إلى متى يبقى الإنسان رخيص؟ الإنسان رخيص كل العالم، ليس بس عندنا، بس بعض الدول القليلة اللي هي تحافظ على كرامة الإنسان. وإحنا وبالعراق الأكثر الكل الإنسان رخيص، لأنه بما أنه نشوف إحنا دماءنا يومية تنزف، يومية العراق بينطي كومة شهداء، فمعناته العراق رخيص جدا وما حد يسأل عليه. زين أنت أمريكا لما إجيت دخلتوا، لما دخلتوا وغيرتوا كل نظام الحكم وفلشتوا البلد، كان المفروض عليكم أنه تعدلون. أنتوا جيتوا تعدلون، جيتوا تخربون، تركوا البلد بما يعني حفرة، وكأنه هم حفرة وأرض، طلعوا الكنز وعفوا الأرض كلها خربة وخلوا وراحوا. تعالوا عدلوا، على الأقل عدلوا هاي الأرض اللي أنتوا استفادتوا من عندها، كلتوا من خيراتها. ليش جبتوا لنا ناس ما نعرفوا منين؟ إحنا عندنا مثل يقول من الشيشان، مع احترامي للدولة الشيشان صراحة، لكنه على اعتبار ناس يعني تعبانين، جابوا لنا ناس لا علم لا فهم، ناس متخلفة صراحة. يعني وين هذول اللي بالبرلمان؟ أشوفهم أنا أكثر من ثلاثة أرباعهم ما عندهم كفاءات، ما عندهم منطق،
ما عندهم اي استاذ يعني يقدر مثل اساتذتنا عنده خبره وعنده علميه، والا لما مر الدستور وما مر البلد وما مرت قوانين البلد وقراراته بهذه السهوله وبهذه الرتابه. نعم. لانه ما عندهم علميه، ما عندهم علميه. نعم. اعود اليك دكتوره ذكرى عبد الصاحب. دكتور رافع، يعني عندما يوم امس مجلس القضاء الأعلى أعلن عن إطلاق سراح أكثر من 2500 ناشط ومتظاهر، في الوقت تتزايد عمليات الخطف وعمليات الاغتيال، كيف يمكن أن نفسر؟ يعني ربما نستطيع القول أن هذا تناقض، هناك اختلاف في طرح الواقع. يعني القضاء يعلن إطلاق سراح بينما نجد هناك عمليات خطف وعمليات اغتيال، في جانب أنه المتظاهر يتم اعتقاله دون مذكرة قضائية، والذي يقتل والذي يخطف حر طليق منذ العام 2003 ولغاية الآن، وتزايدت مع بداية ثورة تشرين. هذا جزء من عند الأخت كانت تتحدث، ضيفتك الناشطة الأخت العزيزة كانت تحدث تقول يعني ما عندهم كفاءة. حتى لو كانت عندهم كفاءة، حتى لو كانوا يمتلكون الكفاءة، الإطار مخرب. المشروع هو جاي لتدمير العراق مو لبناء العراق. المشروع الحاكم لكل هذه القضية هو لتخريب العراق وتدميره مو لبناء العراق. هذه واحدة. فبالتالي القضاء وكل مؤسسات ما يسمى بالدولة وهي غير موجودة، لأن في العراق لا دولة، لكن كل هذه اللي هم يتحدثون عنها كلها غير موجودة، وكلها خربة، وكلها مسيسة، وكلها مملوكة لأحزاب. بدليل أنه هم يتحدثون نحن يحكمنا الدستور، نحن مع التظاهرات، مع التعبير عن الرأي، ما عندنا معتقلين. هم يتحدثون ليس لدينا معتقلي الرأي، ما عندنا أي معتقلين، من اعتقل أحد. وراء أيام يطلع القضاء يقول لك إحنا أطلقنا سراح 2600 واحد، ما أدري شو. طيب هذا من اعتقلهم؟ شلون اعتقلتوهم؟ انتوا قلتوا ما عندنا معتقلين. نعم. طيب من اعتقلهم ذول العاد؟ والقضاء ليش اطلق سراحهم؟ يعني اساسا ايش قبل يعتقلوهم حتى يطلق سراحهم وبلا مذكرات؟ هم واقفين لهم يعني باطراف الشوارع، بالشوارع المظلمه وبالاماكن حتى يختطفوهم. نعم. وتعذيب وكذا، وبعدين يعتقلوه وتلقى لو مقتول، لو تلقاه بسجن ومعذب وطالع واعتقلوه. 2600 من الشباب أطلقوا صراحهم مجرد هو يكتب باسم العراق. أنت معتقلي لي؟ وش معتقل أنت؟ شنو معتقله؟ ما أنتوا قلتوا. في نفس الوقت عادل عبد المهدي يوجه قواته تقتل المتظاهرين، ويطلع لنا تالي الليل كان يسميهم شهداء. هذا شو يسميه؟ هذه هم يثبتون يوم بعد يوم بغبائهم، بعدم قدرتهم، باهتزاز الأرض اللي تحتهم، يثبتون أنهم عصابات. هذا تصرف عصابات، مو تصرف دولة، تصرف لا دولة. لأنه يعني هذا غير منطق. هذا أنت تنكر اعتقالك للناس، ورا فترة تصدر بيان أنت تطلق الصراحهم. نعم. وين كانوا ذولا؟ من اعتقلهم؟ يعني القضية غريبة عجيبة. بنفس الوقت أنت العالم كلهم يتهمون ناس واضحة، وأفلام موجودة عليها واعترافات موجودة عليها، والناس شافتهم بعينها، وهم يدعون يقول لك إحنا الميليشيات الفلانية، حزب الله وما أعرف منه، عصايب ويتفاخرون بهذه القضية. وأنت لديك قضاء تقول إنه قضاء نزيه وغير مسيس وعدالة، وإحنا جينا من أجل المظلومية، لا يستدعيهم القضاء هذا، يقول لهم تعالوا على الأقل حقق وياكم ونثبت براءتكم على الأقل قدام الشعب، ونقول يابا إحنا القضاء دزينا على الخزعلي وطلع مو هو، طلع بريء. نعم. دزينا على ما أعرف من هو وطلع بريء. نعم. طبراءتهم والشعب يحكم ذاك الوقت يقول هذا. نعم. القضاء صحيح له. أما أن تسكتون وتقولون إحنا ما نعرف منه، ويطلع عادل عبد المهدي يقول لنا عصابات خارج عن القانون. شو خارج عن القانون؟ أنت 17 سنة سويتوا الميزانيات الآن، موازنات هذه. نعم. من عام 2003 لحد الآن، عندما تحسب الأموال المخصصة لهذا الإطار اللي يسموه الإطار الأمني والعسكري، للقوات الأمنية والعسكرية، تطلع مبالغ خيالية، يعني أرقام فلكية، مليارات خيالية، يعني هاي مخصصة لهم، أسلحة واعتدة، وعندك مليونين جندي وعسكري ورجل أمن. إذا عندك مليونين رجل عسكري وأمني وكذا، شو لك بالميليشيات؟
خلي يقولوا لنا شنو بالميليشيات. الميليشيات ومرة أخرى المرجعية طلعت بيان قالت يا بفتوى جهاد لأنك داعش لأنك إرهاب، وطلع عقضوا وطلعوا وراها وقالوا لنا انتهت داعش، صدروا بيان انتهت داعش. وهذا البيان مو بس صدر رئيس الوزراء العبادي مو كان صدر بيان قال انتهت داعش، وكل القوات قالت انتهت داعش، وحتى قوات التحالف برئاسة أمريكا بزعامة أمريكا قالوا انتهت داعش. طيب ما الحاجة إلى وجود هذه؟ أنت مو عندك مليونين جندي ورجل أمن، شو تسوي؟ خلي يقول لنا شو تسوي بالميليشيات؟ يعني شنو نظمها للجيش للقوى الأمنية وتطلع وبعدين تقول هذول مو منضبطين ما نقدر نضبطهم، ويطلع كل واحد يحكم بكيفه وكل واحد يصرح بكيفه. قضية غريبة عجيبة. انتفت الحاجة إليهم، أكو حاجة معينة قالوا بسببها شكلنا هذا، انتفت هذه الحاجة. الآن ترجعون لاموا داعش طلعوا مدري وين طلعوا مدري، هذا الفيلم اللي ما رح يخلص، الشعب مل من عنده، تعب من عنده، كافي هذا الفيلم. والشعب وإذا عنده مليونين جندي وشرطي وقوى أمنية، شنو داعش شنو غير داعش شنو قوى إرهابية شنو ما يحمي الشعب؟ وهذا الجيش أنتوا قلتوا أسسناه ابن الشعب ويخدم الشعب مو يخدم سلطة. إذا لا يخدم سلطة ولا يخدمكم يخدم الشعب، إذا عليه أن يحافظ على الشعب، وهاي مطالب الشعب مطالب حق، عليهم أن يستحوا مرتبهم وينزلوا مع الشعب ويكونوا مع الشعب. بندقية للشعب تحمي الشعب وتحميه من العصابات من أي واحد يمس بي، لأنه هو الذي طالب لك بوطن. باكر عقب الوطن من يزدهر، أنت العسكري وأنت الضابط وأنت أيضا راح ينالك من هذا الازدهار ومن هذا الخير الكثير. أنت راضي بهاي الفوضى وراضي بهذا الذل وراضي بهذه المهانة، وقاسم سليمان يتحكم بيك وغيره يتحكم بيك والميليشيات تتحكم بيك، وما تقدر تقول له الزعيم الميليشيات وخر لي غاد لأنه هو يحكم بغير إرادة خارجية، وما تقدر تقول له وانت رتبتك تنقهر من تباوع عليها. يعني قضية غريبة عجيبة. فبالتالي هذا العراق يثبت وهم هؤلاء الذين يحكمون إنهم عصابات، وهذا بفضل هذه الثورة أسقطت كل الأقنعة عنهم. دكتور ذكرى عبد الصاحب، أنت كناشطة مدنية وتتواجدين في العاصمة بغداد، صحيفة الاندبندنت البريطانية تحدثت بأن الأحزاب السياسية بدأت باتباع أساليب جديدة لفرض وجودها في التظاهرات كإشاعة مفاهيم من يعني كضرورة حماية المراجع الدينية، ذرائع الحفاظ على سلمية التظاهرات. كيف يعني تقرأين موقف هذه الأحزاب وهذه الجهات من دخول مجاميع منها إلى ساحات التظاهر؟ نعم، بالحقيقة في بداية أول أيام تظاهرنا ما شفنا من هذه الأشكال أي شخص من عندهم. حقيقة كنا إحنا كشباب وكناشطين بالساحة متواجدين. بعد كم يوم لما الظاهر أنه ما قدروا يعني ظاهر يعني شلون تقول فشلوا بالسيطرة على هذه الثورة ووقتها، بدأوا يتخذون أساليب أخرى. يعني بالبداية كانوا يتصورون إحنا راح نتراجع وهذه المسيلات راح تخلينا نتراجع، بعدين بدأ سيناريو آخر هي بالعتاد الحي بدأوا أيضا يضربون. طبعا اللي يضربون هم من ضمنهم أيضا يعني يقولون هم القوات العراقية، لا مو القوات العراقية، قوات سوات صح أكو وياهم لدولة مكافحة الشغب، لكن أكثرهم ميليشيات معاهم. وكانوا بعدين بتطور مرور الأيام تطور الأزمة، بدأوا يطلعون من غير أماكن وبدأوا يدخلون بين المتظاهرين، هذا اللي يحرق وهذا اللي يضرب المتظاهر بمسدس كاتم، وهذا اللي يدخل بين المتظاهرين شايل سلاح أبيض ويعني بالسكوت يعني يضربوهم أو يسحبوهم من الطرقات من أطراف التظاهرات يسحبوهم يسرقوهم للمتظاهرين. فهذه الأساليب حقيقة بدأوا يتخذوها حتى يؤذون الثورة، لكنه بما أنه وصلوا إلى حد أنهم يأسوا وأنه الشعب كله مستاتر كله يد واحدة وقلب واحد، فحقيقة بدأوا يتخذون أساليب أخرى، بدأوا يجون يهجمون بالليالي ويجون يسرقون البنات ويجون يضربوهم ويتعدون عليهم، وبدأوا يسرقون الناشطين حتى من أبواب بيوتهم، وأيضا قام يسرقوهم حتى من المستشفيات. يعني إسعاف تجي تريد تدخلها يعتدون على أبو الإسعاف يأخذون الجريح ويرحون.
فهذه اساليبهم كلش اساليب متدنيه للاسف، لانه يبدو هم خسروا يعني فشلوا اصلا نفسهم فشلوا. يعني انا ما شايفه بلد ب 5000 حزب، ما تعرف منين تطلع هاي الاحزاب، ثم كلهم اسلاميين، يعني احزاب اسلاميه. شنو هذا الاسلام؟ هيك ارهاب يعني لهالدرجه سويتوا الاسلام ارهاب؟ معقوله؟ وترعاكم رجازين، يعني هم يعني هم السيد مثلا فلان، الشيخ فلان، والسيد الفلاني، هذول كلهم تابعين للاسلام، هذول كلهم متدينين، يعني على اساس انت تجي تقتل هاي الناس والله حرم الدماء؟ يعني يبدو هم حتى ما راجعين للقران، اذا هم يقولون احنا اسلام فظاهر ما عندهم يعني القران ابدا ما راجعين، الا مجرد هذول ادعياء، لانه يعني الله سبحانه وتعالى حرم قتل الانسان. نعم. حرم سفك الدماء. نعم. دكتور رافع يعني هذه نعم دكتور تفضلي. نعم هذه هاي الاساليب حقيقه ما راح تعبر على الشعب، وربما حتى يزيدون هم، لكن واحنا نقول لهم ايش ما تزيدون، ايش ما تاذون، ايش ما راح تتخذون من اساليب، احنا باقين وما نتراجع، والحمد لله يعني شبابنا يعني ابدعوا يعني بينوا ان هم جيل واعي، جيل نظيف، جيل ابطال، يعني ما مو جبنا حتى ينهزمون ويديرون جيهم، يعني تصور اني اتابع بنفس الوقت هذا بنص الشارع يمد نفسه، يمد نفسه بنص الشارع، وهاي السيارات اللي جايه دا تضرب، قمت اصيح هذا ليش نايم بنص الشارع؟ خليه يقوم يعني لهالدرجه، ينام يعاندهم، تصور هذا يطلع بالعلم بنص الشارع، يشيل العلم يقوم يرفرف بالعلم ويقول الله اكبر ثوره، ما اعرف شنو من هذا الهتافات والشعارات الحلوه اللي هم يهتفون بها، يعني ما يخافون ابدا، يعني احنا بنتعجب عليهم لين هالشجاعه اللي جبتوها، واللي احنا كنا نسميهم ابطال البونتي، تصور كنا نتوقع ما عندنا جيل متخلف الجيل، كنا نتصور انه اجيالنا راح تطلع عقيمه حقيقه من وراء هذه التربيه، وهذه التربيه تربيه القتله، تربيه التخلف، كنا نتصور ما عندنا اجيال، بحيث احنا كنا نعاني نفسيا نقول شلون منو راح يشيل العراق؟ يعني قبل هاي الثوره حقيقه يأسنا، وصلنا الى مرحله يعني يأسنا انه البلد انتهى، خلاص سلمنا امرنا انه البلد انتهى، لكن الحمد لله والشكر ذولا شبابنا رفعت راسنا طبعا، وهم ذولا اللي رجعوا ان شاء الله رجعوا هويه البلد، وراح يرجعون اسم الانسان العراقي يرجع للمجتمع العالمي، وراح ينزل بقوه، وراح يرجعون ان شاء الله حتى يعني صور حتى جوازنا جواز دوله، يعني لهالدرجه يصير يعني اخر شيء بالتسلسل العالمي، بل مدينتنا اوسخ مدينه بالعالم عالم، معقوله اللي كانت بلد الحضارات يعني انه وصل لهالدرجه؟ ليش يعني شنو هالحقد هذا اللي انت جاي فيه؟ معناته انت جايين تفلشون متقصدين، ما ترد انت تبنون. نعم يعني الانسان اللي يريد يبني يجي بحب، يجي باحترام، يجي يعمر، يجي خليه يستفاد، اوكي لا بأس، استفادوا انتم، احنا ما قلنا لكم لا تاخذون ولا تبقون ولا، يعني شنو الصفقات بالمليارات والبليارات، مو بس مليارات، معقوله؟ والبلد تعبان، الناس كلها جوعانه، يعني المجتمع كلش متهرئ اصبح. أعود إليك دكتورة ذكرى عبد الصاحب. دكتور رافع، يعني كيف يمكن أن نفسر أن عادل عبد المهدي قدم استقالته وما زال يزاول عمله كرئيس الوزراء بتسميات وكالة تصريف أعمال إلى آخره، وكذلك المجازر وعمليات الاختطاف وعمليات الاغتيالات مستمرة في عهد عادل عبد المهدي وهو رئيس للحكومة بتسمية كاملة، وفي عهد عادل عبد المهدي وهو رئيس الوزراء إن كان بالوكالة أو كان كحكومة تصريف أعمال؟ واحدة من النقاط المبكية المضحكة ما أعرف شو نسميها. نعم. يعني عندما قدم استقالته وهو يقدم استقالته ما يسمى بالبرلمان أو الاستقالة. نعم. اللي كان خالها بجيبه، قعدوا يا وزراء وطلعوه، يتكلم عن منجزات، المصيبة تكلم عن منجزات، يعدد منجزات غريبة عجيبة عندما تسمعها وأنت لا تعرف العراق وأنت مو عراقي، يعني ربما يعني يساورك الشك أنه ذول الشعب العراقي شعب يعني بطران، شعب والله شعب غريب، شلون يطلعون على هيك حكومة محققة كل هذه الإنجازات؟ فدي إنجازات غريبة عجيبة، إحنا سوينا فلان، شي سوينا قضايا اللي عددها، يعني وصل إلى حالة قال ما يتسع الوقت لأنه ملت الناس، يعني الوقت طويل هذا التسجيل عليه، وحتى لا. ما يتسع الوقت حتى أقول لكم كل المنجزات، منجزات غريبة عجيبة. طيب إذا كانت منجزات هذه كلها المنجزات أنت محققها، ليش العراق من تخلف إلى تخلف، من أذى إلى أذى، من سيء إلى أسوأ؟ ليش هذا الشعب يعني كسر كل قيوده وطلع بهذه الطريقة؟
ليش الناس تقدم زهرة شباب هذه الحلوين؟ أكثر من 1000 شهيد لحد الآن من أجمل شبابنا، الله يرحمهم رحمته الواسعة. وهاي الجرحى فوق 21,000 بين الشهيد وجريح، ليش قدموها؟ ليش هاي الميليشيات تقتلهم يومية؟ يوم الجمعة تغير عليهم والخميس تطلع تريد تهتف وياهم، وقضايا غريبة عجيبة تحدث وانت محاصرهم وتريد تقتلهم وتذبحهم وتعتبرهم شغب. ليش اذا كان انت محقق لهم كل هذه المنجزات بطران هذا الشعب؟ يعني حقيقة غريبة عجيبة، يعني مثل الخزعلي يعني قبل يومين، حزب الدعوة، حزب الدعوة هذا حزب الأمية، هذا اللي عمم الأمية على العراق، يصدر بيان انه حفاظا على الدراسة والعلم والمعرف منه، روحوا انتوا خليتوا علم بالعراق، خزعلي خليتوا علم. يعني في البيان اعتبر انه العصيان المدني والإضراب عن الدوام هو إرهاب فكري وعلمي. نعم، طيب هذا القتل والذبح وانتوا خليتوا دراسة وتعليم، ما هي قوائم العالم كله؟ العراق خارج التصنيف التعليم. نعم، خارج. وعندما سألوهم ليش العراق قالوا ما بيتعليم. نعم، العالم كله، أنتوا الأمية الآن في الملايين، 9 ملايين أمي في العراق، هاي مصيبة. طيب أنتوا لمن تتهمون؟ تهمون أنظمة سابقة ماشي، طيب من تأسيس الدولة العراقية 2003 ذولا ما سووا شيء، أنتوا سويتوا شنو؟ لا بنيتوا جامعة، لا بنيتوا كلية، لا بنيتوا. هذا الشباب كله يتخرج، حتى من يتخرج قاعدوا على الرصيف، طلعوا خريجي الحاملين للشهادات العليا الماجستير والدكتوراه، قعدوا قدام مجلس الوزراء 100 يوم، طلع 100 يوم طلعتوا لهم سيارات المي الحار والهراوات وبسطتوهم واعتقلتوهم ودمرتوهم وهنتوهم إهانة كبيرة. انتم لا تحترمون علم، تجيبون اللي ما عنده شهادة وتقولون لنا عليه هذا ما ادري شنو، فريق ركن ما اعرف منو، تطو رتبة او تطو وزير، تطو ما اعرف منو، ما هي هالق. انتم لا تحترمون علم ولا تحترمون مدارس العراق، كل هاي الموازنات الانفجارية، مدارس العراق ما زالت طينية وما زالوا يقعدون على الارض، وكل صف ب 60-70 طالب، يا مدرسة اللي يروح لها. نعم، يا تعليم هذا اللي شنو التعليم، شكل التعليم هذا اللي انت تريده، انت خايف عليه التعليم، انت مو خايفين، انتوا خايفين من هذول الشباب الطلبة، خايفين من الطلبة، لانه هذا الطلاب، واذا الطلبة ما يطلعون، مو هو عادل عبد المهدي طلع بنفسه قال اني بال 56 طلعت مظاهرات وانا كنت طالب، ويتباهى انه كان طالب وطلع ضد السلطة. نعم، وتأييدا ضد العدوان الثلاثي على مصر، ووطني كان، واعتقلوه وفصلوه من المدرسة، طيب انت ليش انت تتباهى بهذا التاريخ وتنكر على العراقيين الشباب ذولا ان يطلعون في تظاهرات من اجل بلدهم، من اجل حياتهم، من اجل استرداد وطنهم؟ هذا التناقض شنو هذا؟ شو يسمي هذا؟ وثانيا هذا الشباب الطلبة هم عماد الوطن، هم ذول الشباب الحلوين. نعم، هذا الشباب اللي انسفك دمه وانت اللي قتلته وذبحت ويتمت يعني وثكلت امه واهله ودماءهم ما زالت على اسفل الشوارع كل المدن العراقيه، هم ذول اللي يبنون الوطن. نعم، مو انت تبني الوطن، انت ما تبني الوطن. نعم، تخربت الوطن بمشروعك، بطائفيتك، بخرابك، بانتمائك الى الخارج، كلكم، انا اقصد العمليه السياسيه بكل. نعم، احزابها وكل قواها، جبتوا لنا ميليشيات وجبتوا لنا فساد وجبتوا لنا. نعم، خراب، وجبتوا لنا افكار باليه وجبتوا لنا طائفيه، فرقتوا الشعب وهجرتوا الناس، وهذا ما اعرف شنو وذاك ما اعرف شنو، هذا. نعم، ابيض وذاك اسود، وهذا قالوا علي فلان شيء، وبالتالي طلعت تجربتكم فاشله وفاسده وخربه وخربت العراق. نعم، والناس طلعتها. دكتورة ذكرى عبد الصاحب، غدا يوافق العاشر من هذا الشهر، شهر ديسمبر، وكما اتفق المتظاهرون في بغداد والمحافظات، يعني خاصة المحافظات الجنوبية، التوجه إلى العاصمة بغداد لتشكيل تظاهرات مليونية. كيف يعني تشاهدين من بغداد؟ كيف تقرأين؟ هل غدا بالفعل سوف تتم هذه التظاهرات، هذا التدفق من الجماهير من الجنوب إلى العاصمة بغداد؟ إن شاء الله. نحن دائما العراقيين نقول، عندنا مثل يقول قول وفعل، الحمد لله والشكر. يعني الإنسان العراقي لما يعطي وعد أو ينطي كلام هو يلتزم به، وبالتأكيد إن شاء الله عشائرنا وأولادنا اللي بالمحافظات الأخرى راح يتوجهون إلى بغداد، وإحنا صدور رحبة لهم، وإن شاء الله مفتوحة، إذا مو الساحات مفتوحة، بيوتنا للكل حقيقة. يعني إن شاء الله هذه التظاهرة راح تأخذ مداها بشكل كبير. صحيح إحنا نعرف
ونتوقع اي شيء يطلع من هذول الناس اللي ما عندهم اي احترام للانسان ولا للدم الانساني ولا عندهم حدود لشرب الدم وسفك الدماء. نعرف اكو هناك راح تصير ربما اعتداءات وان شاء الله، لكنه هم يعني احنا نقول لهم من الان ايش ما تخسرونه راح انتم تخسرونه واحنا اللي ننتصر. احنا من تصريف دماء شهدائنا، ايش قد ما تزيد هاي دماءنا راح احنا ننتصر اكثر، وراح انتم دائما في قفص الاتهام، دائما انتم في الوجه الاسود، يعني هم دائما في وجه اسود دائما امام كل العالم، لانه هم اللي بلشوا اللي هم اعتدوا، لانه احنا ناس عزل ما لازمين عندكم اي شيء، مجرد طالعين شايلين. انا بدي اقول احنا نريد تعديل بلد، ما مأذين احد، ما ضاربين احد، ما كاسرين شباك، ما كاسرين باب، ما متعدين على محل، ما متعدين على اي دائره، واقفين بساحه معروفه واحنا بنطالب بحقنا، بنطالب بشارع نظيف، بنطالب بلقمه نظيفه، بنطالب بطفل مثقف، بنطالب مدارس يعني مثل ما تفضل دكتور، التعليم في تدني الى ابعد الحدود. انا ما شايفه في حياتي او في كل دوله يعني دور ثالث يسوون للطالب، او من يغش يروحون لابو الحزب، يروحون للمكاتب مال الاحزاب مفتحين، طبعا دكاكين هم هذول المسؤولين مال الاحزاب، النواب النهاب مفتحين لهم دكاكين، يروح كل من يطوى ورقه يروحوا نجحوه، يروحوا مشوه، يعني بالغش طالع مطرود بالغش وراتب، يروح يجيب من عنده موافقه حتى يداوم، زين هو كسلان يعني يغش، وايش راح يطلع هذا؟ تصور يعني اخذوا ايش قد اكو اخذوا شهادات دكتوراه بدون استحقاق، ما يداوم ولا ابد، مجرد يجي يسجل اسمه ويروح يدروجها ويروح. وانطوهم شهادات عليا، يعني هسه لو تجي تختبر ثلاث ارباع مع احترامي للشهادات النظيفه وللناس اللي هي تعبت وعلميه، لو تجي تختبر يعني ما عندهم اي علميه، ولهذا احنا دوائرنا بدات تتبنى، بدا نظام الدوله كله يتبنى اداريا واجتماعيا وسياسيا وعلميا وبكل المستويات، لانه ناس اجتي ما عندها ما تملك الادوات اللي حتى تبني بيها، لانه قام يساعدون الناس، اي واحد يجيبوه مثلا ابو القانون يخلوه بدائره زراعه، او ابو يعني ما اعرف شو افضل اقول، يعني خبطوا الحابل بالنابل انخبط بصراحه، يعني ما عندهم اي وازع، ما عندهم اي نظام، ماكو، المهم هو جماعتهم اللي يهموهم، بس هم اللي يوصلوهم. وان شاء الله غدا ان شاء الله نخلي النقاط على الحروف، راح تكون التظاهره باذن الله مليونيه، وان شاء الله راح يعني يخلون مثل ما يقولون يوقفون الاحزاب عند حدها، وفي حاله اذا صار اعتداء ذاك الوقت احنا نعرف شلون نفاتح بقيه الدول الاخرى، ربما تدخل باي شيء، ربما حتى يطلع سلاح بعد، ما نعرف يعني ما نعرف، ما نقدر نقرا الساحه، يعني احنا يعني ما البلد ما ناقص السلاح، كل انسان هسه بالبيت عنده سلاح، كل انسان عنده، كل انسان عراقي عنده سلاح، بس احنا ما نريد نوصل لهالدرجه. نعم دكتور ان شاء الله تبقى سلمية ان شاء الله، ثورة ان شاء الله سلمية، احنا دائما نقول سلمية لكنه في حالة نعم. كلمة أخيرة دكتور رافع بأقل من دقيقة. هذه الثورة الميزة الأساسية لها كانت سلمية وستبقى سلمية، بهاي سلميتهم قدروا يقنعون العالم بحقهم، وقدروا يقنعون العالم بأنهم على الطريق الصواب، وهاي سلميتهم يقتلوهم وبدمائهم وهم مستمرين بسلميتهم، وهذه من أجمل الصور اللي يشاهدها العالم كله. هذه الثورة يعني تمام هي عراقية لكن هي إنسانية، العالم كله الآن يعني ستدخل التاريخ، ودخلت التاريخ، هي دخلت التاريخ من أوسع أبوابه، هذا الشعب الجميل الرائع الآن يثبت بسلميته أمام كل هذه العتات المجرمين. نعم. الآن بسلميته سينتصر عليهم، وهذه السلمية ليست يعني مو سلاح عادي، لا. نعم. هذه سلاح فتاك جدا هذه السلمية. نعم. وستنهيهم إن شاء الله وستنتصر الثورة بسلميتها. نعم دكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، والدكتورة ذكرى عبد الصاحب الناشطة المدنية كانت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لكما أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى نهاية هذه التغطية حول مستجدات ثورة تشرين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.